ده المطلوب بس اخواننا الاحبه، بارك الله فيكم، ده المطلوب. تمام. طيب تفضل يا استاذ امير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ اشرف، يعني اريد ان ابين لكم وللمجموعه اذا كان يعني تسمح لي، تفضل، انه هالموضوع انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا والذين الى اخر الايه الذين يقومون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون. تفضل. نعم استاذ، بالنسبه لها هي هاي تعني الامامه ام لا؟ يعني طيب حضرتك دلوقتي، انا لو سالت حضرتك السؤال ده، انا لو سالت حضرتك والاستاذ امير الحسناوي ما معنى وليكم في الايه القرانيه، انما وليكم، ايش معنى وليكم في الايه؟ هتقول لي ايه معنى وليكم؟ يعني هو هذا المعنى مجازي للامامه؟ لا، ما انا بسال حضرتك، انت كرجل شيعي، انت كرجل شيعي، تعالى نتناقش بهدوء انا وانت بعيد عن التعصب، تمام، ونفتح القلب كده للقلب زي ما بيقولوا كده. انا بسالك ايش معنى انما وليكم، ما معنى وليكم في الايه؟ تمام، الولايه بكل الامور الدين، يعني لا عايز احط لها معنى حضرتك، يعني امامكم ولا رئيسكم ولا حبيبكم ولا نصيركم، يعني ايش معنى وليكم في الايه؟ ما معنى وليكم؟ يعني تشمل جميع المعاني اللي هسه حاليا انت تفضلت بها. ما انا لو قلت امامكم، انا اخذ معنى امامكم الاول، ماشي؟ هل يجوز ان اقول ان الله امامي؟ لا 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 يجوز ان الله، يبقى اذا لا يمكن ان تستخدم وليكم بمعنى امامكم، صح؟ نعم صح. يبقى اذا راح معنى الامامه منها، ناخدها بمعنى ايه تاني؟ اختار لها معنى يتوافق ان اسمي به الله سبحانه وتعالى، تختار لها معنى ايه؟ لا يعني هو وليكم الله والرسول، خد بالك، والذين امنوا، ثلاثه هم لازم هتسميهم. لا، الولايه دي هتنطبق تعريفها على الثلاثه، وعايز الاخوه الكرام معايا من اهل السنه والشيعه المحترمين يركزوا معايا في الامر ده كويس جدا، بارك الله فيكم، تمام. يبقى اذا اختار لي وليكم معنى حتى نقول هذا المعنى ينطبق على الله وعلى الرسول وعلى الذين امنوا، نختار معنى ايه؟ يعني استاذ اشرف، هي الظاهر انه حدثت هناك كلمه سبحانه وتعالى يذكر كلمه انما الرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، انما دي اداه حصر استاذنا الفاضل، انا ما بتكلمش في دلوقتي، انا بتكلم من ادله الشيعة. لا خلينا بس، لا لا لا، ما فيش خلافات استاذنا الفاضل، انت تقبل ان اقول ان الله امام؟ يبين للامه الاسلاميه انه هذا الشيء بدل هذا الشيء يا استاذنا الفاضل، استاذنا الفاضل، يعني صارت خلافات البناء يا حبيبنا الغالي، ركز بس، انما اداه حصر استاذ امير الحسناوي، انما اداه حصر، حصرت الولاية في من؟ الله ورسوله والذين آمنوا، صح؟ نعم كده؟ لما أجي أقول معنى وليكم في الآية القرآنية، معنى إمامكم، يبقى أقول إنما إمامكم الله ورسوله والذين آمنوا، هل يجوز أقول الله إمام؟ لا يجوز. تمام؟ لا يجوز. صح ولا مش صح؟ مش كده؟ يبقى ممكن أستخدم لها معنى تحتمل بأنه أيوه تحتمل أنه معنى هذا المعنى بالنسبة للرسول والذين آمنوا، تحتمل هذا لا المعنى. ما ينفع تحتمل المعنى ان يكون نصيركم مثلا، مش كده؟ نصيركم الله، اذا نصركم كل المؤمنين هم مناصرين واحد ورسوله مناصرين والذين امنوا، يبقى اذا تمشي معاها معنى نصيركم الله ورسوله الذين امنوا، تمشي معاها معنى ايه؟ حبيبكم الله ورسوله الذين امنوا، مش كده؟ يا باشا، مو هي هنا القامه الكبرى، اخير شيء حدد من الذين امنوا حددهم، اخير شيء الذين لسه هنقوله، لسه هنخش في الذين امنوا. يبقى اذا اول حاجه وليكم معناها نصيركم، تمام، ده اول حاجه. طب مين هم الذين امنوا؟ قال الذين يقومون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون، صح كده استاذنا الفاضل؟ يعني الشعب بتقول ان الايه ما انه سيدنا العزيز ما كل المؤمنين حددهم، بس يعني ممتاز. الذين يؤتون الزكاه وهم راكعون، ممتاز استاذنا الفاضل. الشعب بتقول ان علي بن ابي طالب تصدق بخاتمه وهو راكع، صح؟ هاي كلها متفق عليها، كل الروايات متفق عند اهل السنه لم تصح روايه في ذلك، ولكن انا هتمشى معاك، علي تصدق ولا زكى استاذنا الفاضل؟ هو
هو حسب الرواية، حسب الرواية ما ورد إليه. زين، اه ايه تصدق ولا حسب زكى؟ الرواية الذين هم، شو تقول الآية؟ الآية الذين لمن يقومون من الصلاة ويؤتون الزكاة وهم وهم راكعون. راكعون. الحديث بيقول عليه نعم. تصدق ولا زكى؟ لا ما عندي علم، ليش اكذب عليك يعني؟ راجع ما عندي الحديث علم بهذا أستاذنا الشيء. أمير الحسناوي، مرحب بك أولا كضيف محترم. راجع الحديث هتجد أن علي بن أبي طالب تصدق ولم يزكي، فإذا قلنا أنها شامرة كيف والآية تقول يؤتون الزكاة وهو لم يزكي هو تصدق؟ وفرق شاسع ما بين الصدقة والزكاة أستاذنا الفاضل، بارك الله فيك. منتظرينك بس عشان في إخوة شيعة تانيين أقدمهم عايزين نرد على الموضوع ده بإذن الله تعالى. تستأذنك أستاذ أمير نقدمهم؟ ماشي استاذ، على راحتك، على حياك راحتك الله، استاذنا العزيز، حياك الله أستاذ أمير، حياك الله. اهلا وسهلا بك استاذنا العزيز إمام.